الله بركاته. طبعا يا شباب اليوم في معانا برادو 2020، طبعا تم فك الشفرة بدون فك الشاشة، بدون تقطيع، بدون تجريح، تم فك الشفرة برمجيا طبعا، وتم تثبيت البرامج الأساسية للشاشة كما تلاحظوا. طبعا الشاشة شفت الوكالة، احنا ماشيين الآن، واحنا ماشيين الآن طبعا، وشغال معانا، يشتغل معانا كل البرامج، هذا البرامج شغالة معانا ما شاء الله، هذا معانا اليوتيوب شغال معانا واحنا ماشيين الآن. طبعا بدون فك للشاشة، بدون تقطيع أسلاك، بدون أي شيء، كلها برمجة. طبعا عندنا الخرائط بالنت، معنا هذا جوجل ماب شغال معانا ما شاء الله، كل شيء شغال. طبعا تم تثبيت للزبون خرائط حتى بدون نت، خرائط البر، هذه خرائط البر. وكل شيء شغال معانا ما شاء الله تبارك الله. اسلوك اليمين التالي، هذه بدون نت طبعا. طبعا تثبيت مدير الملفات مع تثبيت جوجل كروم حق البحث ما شاء الله، كل شيء شغال معانا ما شاء الله تبارك الله. حتى الان واحنا ماشيين في الخط، لاحظوا الان احنا ماشيين في الخط، واليوتيوب شغال معانا، كل شيء شغال معانا ما شاء الله، والامور طيبه. مع تحيات ابو لؤي مركز الغرابي، الرس راس قميص مشيط، 0572 9237 2.